وزير الدفاع الفرنسي لما تحررت الجزائر هاج عليه اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية ودعوه لمحاكمته وقالوا له أنت فرطت في الجزائر وهي خيانة. توقعوا أي جواب إلا هذا الجواب في دولة علمانية يعتذر بالدبابات بالطائرات باللوجستيك. قال وما ذنبي إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ما ذنبي إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ما ذنبي إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟